فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الحيوانات تخرج من الماء ولكن تعتمد على الماء في حياتها، فهل ميتتها حلال؟ بعض الحيوانات تخرج من الماء تعيش في البر، إذا كانت تعيش في البر فلا تحل إلا إذا كانت. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.